الله تعالى وبركاته. هزول في الله والحباب ومرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم في الرقلبك اون ديريكت لايف من قناة المغاربية. إن شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية. شفتوا ربما العديد من الحصص اليوم في المغاربية، وهذه آخر حصة هاد اليوم. إن شاء الله يعني حنفتحوا الهاتف ونخليه الناس يعبروا ربما عندهم ردود أفعال على كل شيء اللي شافوه، ولا على بعض المواضيع اللي حابين هما يتكلموا فيها. بعد شوية طبعا راح نفتحوا الهاتف ونتندون يا خاتي نحطوا شوية فيديوهات ونحكيوا على بعض أحداث اللي صارت هاد الأسبوع كامل، وأهمها ربما سياسيا لأنه كان العديد من الأحداث صارت ذكريات يعني عندنا ما نقول. اون توكا راح نبداو باول فيديو شفتها اليوم. فرانشمون شفت بوتين الرئيس اللي اليوم ماكم عم بالكم راهو اعلام العالمي يحكي عليه، هدر كلام رائع جدا على الجزائر. فقلت مليح سيدي نبداو بكلمه ملاحه على بلادنا، حق تسمع قائد كيما بوتين سواء تحبوا ولا تكرهوا، المهم يتكلم على الجزائر. وحنا الجزائريين شحال نفرحوا كي نسمع واحد يتكلم هكا ويعتز بالجزائر. تفضل خويا المخرج. الجزائر نحن نحب الشعب الجزائري منذ 1954 وإلى 62. أنتم حاربتم من أجل الاستقلال، وأنتم خسرتم 1.5 مليون شخص، وحتى بعد حصولكم على الاستقلال 62 أو في 63 64 الجيش الفرنسي أجرى تجارب نووية في الصحراء وهذا بالقرب من الجزائر، وعواقب وخيمة جدا لهذا الواقع. لدينا علاقات ودية بالجزائر ودول إفريقيا والدول العربية تذهب بجذورها إلى عقود من السنين، علاقات متعمقة، علاقات ودية. ونحن نرى أن زعماء هذه البلدان يسترشدون بمصالحهم الوطنية قبل أي شيء آخر. فوالا يا خاطي صافي بليزير تسمع يعني بوتين ولا اي شخص يتكلم بعز على الجزائر ويعرف تاريخها ويتكلم عن النضال، وهذه راح تبقى شهاده لكل الجزائريين احنا نعتز بها. على كل حال قلنا مهما تكون بوتين تحبوا ما تحبوش تساندوا في اتفاق مع مش متفق، المهم الكلام اللي قالوا على الجزائر احنا نفتخر به. ولكن طبعا قبل ما نخشوا في هذا الموضوع الاخوه تكلموا عليه وخشوا اون ديتاي ونحكي واش صرا واش كاين اليوم وكذا وكذا وكذا، ماذا بينا نروحوا شويه للمواطن الجزائري. احنا نحكيوا على حالته، وعن بالي مسكين اليوم في الاعلام المواطن ما بقاش هو تسمى لو بلوز امبورطون في الحكايه، تسمى مواطن تسمى خلي هذاك ما يهمناش مسكين، مرمد مش مرمد، راهو حاصل مش حاصل، راهو مشخشب مش مشخشب، ما بقاش من اولويات اهتمام الاعلام الجزائري للاسف الشديد. ساعات هكا تلقى هدات، ولكن بالدرجه الاولى هذا وش يهمنا احنا؟ شويه هكا الناس تحكي علينا وشويه هكا نحبوا هذا الشيء، مي صافي بليزير كومام. نروحوا نشوفوا المواطن، لانه اليامات هذه راهو داخل على يعني شعيره من شعائر هذا الدين، العيد الكبير داخل على الكبش، وليكم عن بالكم القدره الشرائيه في حاله، الدينار طايح في حاله، الكباش غاليين، الموالي يقول لك باللي راهي الماكله غاليه، السوق داخل فيه صماصره لانه السوق داخل بعضاه. نشوفوا واش يصرى، مثال صغير واش يصرى في الاسواق اللي يبيعوا فيها الكباش. تفضل. انت خروف تشري ب 10، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، خروف تشري ب 10 كاش منها كاع، بلاد الخرفان هذه ياك بلاد الغنم. هذا كي تهضر معاه انت تسكن في الغرب، كي تهضر معاه على الصحراء يقول لك حنا بلاد الغنم، راه يدير 10 ملايين محمد. انا ندير لك 6 ملايين وراه اسرح لي شهر 6 ملايين ندير لك نديرهم صح، معليش دير 6 ملايين اي ولا علينا سيدي. اروح نعطيك اروح انا نعطيك كومبينيزون تاعي ويطلع لي انت 50 متر في السماء، نحطك 100 كيلو 100 كيلو هيك حركه صلي على النبي، نحطك زمايتي وندير لك 6 ملايين صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. واش ياكل في الحال باش خلاو كلوفات 800؟ انتوما شوف لقيتوا فرصه والمسكين راه مغبون معاكم وصار، انتوما لقيتوا فرصه مول الحوت لقى فرصه. شوف انت لا بان انتم مالكم تجيبوا هذه السوام تاعكم. شوف المهم حنا هاك نعيدوا فضل رب العالمين، هاك نعيدوا هاك نعيدوا بربع ملايين، نعيدوا ب 10 ملايين عنده. انا راني جاي باش نشري، لو كان حتى 7 ملايين 8 ان شاء الله غالب، انا باغي ندير شريعه نحيي الشريعه. شفتوا يا خوتي هذه الاسواق الجزائريه، 10 ملايين كبش يا صاحبي، 10 ملايين يا خوتي وصل.
صافي كنتو قديمه وعلاه تبيع فيه 10 وعلاه انت وعمبارك مشي وكلت والاخر يقول له العمبارك انا كيما خوك كانه مسكين هو المسؤول على القدره الشرائيه ولا على تدهور الدينار ولا على يعني الماكله تاع الكباش وكذا وكذا تسمى مسكين تديرها جماعه من الفوق والمواطن مسكين هو حاير. وطبعا الاخ يقول لك انا معليش انا المهم يا ربي 10 ولا 20 ولا 30 ولا حتى 100 مليون انا نشريه الكبش. هذه تنسي هذه نورمالمون ان شاء الله في الحصه تاع رحمه العالمين يحاولوا يفهموا الناس يعني تما يعني باش يعرفوا الناس يعني المغزى يعني والهدف من هذه الاضحيه ماهوش انك تروح تسلف دراهم وتغرق نفسك باش تشري الاضحيه وتظن باللي الى اخره ماهوش موضوعي في الحصه ولكن هذه بركه باش الناس تعرف خاطر كاينه ناس رايحه تسلف وكاينه ناس تزيد تغرق روحها وكاينه ناس مساكن راح تزيد تضيع وتزيد تحصل في مشاكل الكل عجل باش تشري هاد الكبش. طبعا كان على العادة وكان اللي يشريه على جل يعني التقرب إلى الله ولكن في هذه الظروف كما نقولوا احنا عم بنا لكل كل كل القواعد يعني عندها استثناءات أو ولكن هذه كما قلت لكم حصة نورمال دينية هي اللي تشرح ماهوش احنا اللي يهمنا انه فوضى في السوق كالعادة جاء رمضان ولا جاء العيد الصغير ولا جاء العيد الكبير ديما جي فوق راس المواطن. على كل حال قبل ما نروحوا نفتحوا المكالمات نديروا لكم مجموعه الرسائل اللي حطيناهم طول هذا الاسبوع باش نتلخصوا ابري ونعرفوا الوضع في الجزائر كيفاه راه حسب شهادات بعض المواطنين دي جون دي موان جون كبار صغار نسمعوهم ونفتحوا المكالمات وراء هذا الفيديو. تفضل خويا المخرج. باقي شغل هنا الشباب راه ضاعت راه الشباب راه لا تهلوس ينوض الصباح ما يعرفش وين يروح لدار ما يخرج من داره ما يعرفش وين يروح. كاش اللي منع من هذه الآفة هذه الدور هذه؟ لازم شبابنا لازم باش تحاربوها لازم هذا الشغل باش تهرب الناس. الناس البطالين عادوا من البطالة عادوا هما من البطالة عادوا يضربوا بهذه الحوايج مساكين. دوك ما لقيناش كيف كون تخلوها كيما هكا قد يضيع من ولد ولدك. نهضر لك على هاد الشباب كي ما يخدموش وين يروحوا. عطونا حاجة واحدة أخرى يتنفسوا فيها. عطونا سبب واحد اخر يتنفسوا فيه. هو ندائي انا خاصه الى اعلى سلطه في ولايه ورقلة واللي هو الوالي. انا الناجد من هنا باسم هاد الشبيبه هادم تاع بلدي تاع البيضاء يجينا يدير لنا حل ونحكوا معاه وجها لوجه. السلام عليكم خوتي واحبابي. اليوم راني في البلده نتاعي وجزائري خوتي جزائري معاكم خويا. جمعت مع واحد الشبع جبني الله يبارك ما شاء الله كلامه. الله يحفظه ان شاء الله شاب واعي في راسه. قلت له انا ما تخدمش قاعد السن ينتظر فيك زواج مستقبل سكنه حاجه. قال لي شك تقول بيبي؟ قلت له تخدم على روحك. قال لي وراها الخدمه. قال لي خدمت 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 هنا خرجونا هكذاك صحراء ما استفدت حتى مستقبلي راح هكذاك فوريان. قال لي البوست اللي نديرو وقاري لبس عليه. قال لي درت في الفرامل درت في العمال درت في الاداره. قال لي طلبوا مني الرشوه. قال لي شحال قال لي طلبوا مني. قلت له شحال طلبوا منك الرشوه؟ قال لي طلبوا مني حتى 30 40 حتى 50 مليون رشوه راك خدام ما ترشيش ما تخدمش. قال لي ضربت على راسي قلت نحرق كيفاش نرشي؟ نرشي نقدم الرشوه مستقبلي ووليداتي وزوجتي وسكنتي وماكلتي كلش تروح حرام باش نحاسب الله تعالى. لا ما نرشيش من ايش الحرام نعيش الحلال كما وصانا النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي نعيش الحلال. قال لي الحرقه نحرق. قال لي نحرق يكونني الحوت وما يكونيش الشر هنا في بلادي. قال لي نحرق. قال لي نوع الروح. قال لي نحرق يكونني البوطي. قال لي المهم قال لي الروح نشور. فهمت خاوتي هذه راني ديديكاس كاع لخاوتي الحراقه ديديكاس كاع لخاوتي الحراقه كاع صغير وكبير نسوه ورجال خاوتي وعدي للمسائل وعدي كلمه للرئيس تاعنا اللي يقبل الجزائر ويقبل المواطن والشعب الجزائري المراه والرجل اللي يقبيهم الولد والابن اللي قبيهم خاصة اللي يقراو اللي قارقين اللي قاعدين دعموهم ربي يحفظكم باش نرفدوا الجزائر ما نخلوش الناس قاعد تحرق. يقول بلادنا فيها الخير يا رب القالي بصح فيها المجرمين علاه مازلنا نحاربوا عصابة مازلنا. خويا مرحبا بك واش رايك خوي قلبك واش عندك في قلبك خويا؟ بغيت نطلع صباني كذب بغيت تطلع انت ثاني؟ بغيت نطلع اي بغيت نطلع كرهت انا علاش فاش كرهت؟ ما كاينش خدمة. شحال عندك من عام؟ 16 16 عام سيزون؟ سيزون حبس قرايه. حبس قرايه على حبس قرايه حبسها وصايك بس ما شغل راك فاهم ما تبقاش تقرا ما تبقاش تقرا ما تبقاش تقرا صاحبي وعلى اليمين ولا كيفاش ولا كيفاش مستوى صيفي مستوى دراسي ايوا
طايح كاع. طايح. سبحان الله يا خويا. وبيت لاشك باغي دير تما ت... نخدم. شوف طيب. انا غادي ان شاء الله يا ربي لك تب الله ندير حرفه. وكاين كيعطوني الاخر ديبلوم ندير ديموند. ديموند بالديبلوم تاعك. واه بالك طلع كرامطه. ان شاء الله خويا. ان شاء الله. شكون باغي يدير ديبلوم خويا؟ ها؟ شكون باغي يدير ديبلوم؟ تاع الاخر. ندير تاع بلومبي وقيله ولا تاع كوافير ولا. ميكانيسي تاني خدام خويا. ميكانيسيان؟ ميكانيسيان خدام عليها. ميكانيسيان دير واش حاب هكا دير واش راه في راسك خصني واحد الحاجه باش في كندا اخت قالوا لي ليها كندا انا هذه وقالوا لي بلي كاين تما ويقبلوك وكاع حاجه واه سي فري تبع هذيك الحاجه في راسك خويا فهمني ربي يسهل عليك شبي نقول لك خويا خمم عليها مليح اختك بالبوطيخ اختك مسالي خويا وي صاحبي اصغر وي صح واش هي شارع اوروبا انا جاي صاحبي قرطي خلي خلي شنو صاحبي تحيا اوروبا انت تالك بغيت تطلع بلاد ولا الغربه ولا اوروبا علاش صاحبي علاش حتى تقسي ليها وقعدي علاش علاش يا سيليما الارض كي دايره راني نقول لك سيليما يا الناس كل واحد لاي في روحه هنايا هنا داروك تروح تمشى تلقى سكايري كل واحد ينس نس على واحد ليا صاي كل واحد لاي في روحه رب العالمين عمي تبون السلام عليكم مع احتراماتي لك طفل في عمره 15 سنه يتمنى باش يولي بيلوت دكتور يولي حاجه كبيره في حياته المهم يعيش هنا طفل في عمره 15 سنه يتمنى في وقت الحالي باش يحرق منا عمي تبون صور له منا يا منا اوروبا عمي تبون مع احتراماتي لك تقدر ما تقدرش فانا ما نقدرش خليها لخويا ميسوم بالك كاش ما يفرج علينا ربي ونوليو عايشين ولاباس ويوليو اوروبا تولي تحرق عندنا علاش هما صحاب فرنسا علاش كيوليو من فرنسا يوليو بالماتريال يوليو عايشين لاباس بيهم مهنيين يحبوا يقعدوا فما 15 سنه 16 سنه لهنا كي هبط لهنايا يجي يشوف والديه شهر سمانه يعاود يولي اوروبا علاش باسكو اوروبا جنه وانا ماذا بنا نخلوها لك عمي تبون واذا ما قدرش خليها لخويا ميسوم هذاك يفرج عليه ربي ان شاء الله عمي تبون الكلمه الاخيره اللي نقولها لك عمي تبون نشوف اوروبا لازم يحرقوا عندنا ما تقدر لهاش يا عمي تبون خليها لميسوم يفتح عليك ربي ان شاء الله اخوتي والله اللي ما قرطوش من البلاد هذه غير شرب له شت اللي ما كيتاش البلاد وما خرجش والله غير شرب له واحد ما يطر عليكم بدراهم ولا انا مول البورش ومول الاركاج كيف وكل عقبه على طريق مكسره كي مول البورش كي مول الاركاج كي مول الاستروا كي مول الاردوس بدراهمك هنا وما كاينش المعيشه بدراهمك وما تعيشش او ما بقى ميلي قسما بالله ما بقى ميلي بدراهمك وما عندكش طبيب تداوي عنده ما عندك لا احسن جامعه لا احسن مستشفى ما عندك والو ما عندك بدراهمك بدرامك وما تعيش قسما بالله او بدرامك وتكوفري الحليب بدرامك وما عندك شي السكر واللي ساكن في كوخ واللي ساكن في خصر كيف مول الكوخ ومول الخصر بيجو جيرو على انتريسيتي وبيجو جيبات ولا الظلمه او ما كانش بي شافير دراهم المعيشه خاوتي ما كانش او الحق الموس العظام سيبو شي تمنا في البلاد هذه شي تمنا خدمنا الحباس درينا درناها ماكل بدنا برا ما عطاتنا والو البلاد هذه عطيناك البلاد البلاد هي عطينا كلش ما عطيناش عطيتينا والو تيا فاهمينها ترى اسكو على اللي رانا غالطين ولا تيلي راكي غالطه درناها فيك وكل بدي في تمنا بدنا برا في تمنا بدنا برا خدمنا العباس قرينا خدمنا عند الناس خدمنا عند رواحنا درناها بكل وما كانش يا والله اللي ما كيتاش غير شرب اللي هو خالتي واش انا تحب تتزوج الا انا تستبيتها تقول لك ما نقبل لك شمك تجيبها من هي واش تقول لك اديني نعرف اهلك اديني نعرف ناسك اديني لا انا تجيبها الليله الاولى تقول لك ما نقبلش امك ثم تجيبها قوريه في الليله الاولى تقول لك اديني نعرف امك واهلك وناسك وخاوتك والحق المسلع ضم خاوتي با ما كثرش عليك الهضره وبا ما نطولش بزاف والسلام عليكم السلام كانت هذه مجموعه من الفيديوهات اللي شفناهم في الاسبوع من ورقله من العاصمه من ولايات متعدده ناس يبوستيو يحبوا يعبروا عن رايهم وقلنا بيان سور جينيرالمون ما يفوتوش في الاعلام الا في بعض الصفحات تلقاهم يدوروا حنا نحبوا نعرفوا راي المواطنين ونحبوا نعرفوا رايكم جوستمون هاي اخونا المخرج حط لنا المكالمات ومن بعدها ندخلوا في الموضوع تاع زياره سي عبد المجيد تبون الى روسيا تفضل سي فريد السلام عليكم مرحبا بك سلام صحيح صحيح يا اخوي لاباس اخوي العزيز اهلا وسهلا لاباس ربي عليك الحمد لله تفضل راك على المباشر هاني معك
ما تكوفينيش الثقه برك يعني بعد على السيدي برك اه راحتك انا بك خويا تخفيك برك عندي مشكل تاع قرلو عندك القرلو ايه واش ندير له ايه واش بيه واش ندير له ايه اسمع دوك تفهمني واش راه نقول لك انا شريت تلفزيون ستريم عملاين ها وفيه جارونتي ها كي زدت كي ديت ولهم ثم لا ميزون ابري فونت هذيك قال لي يا خويا القرلو هذيك جارونتي القرلو تخلك في التيلي قال لي هو اللي حرق لك التيلي ما تعرفش جارونتي فيها ثم كذاك بوبي القرلو سما دي كلاكيت قلت لك كلاكيت القرلو ثم شوف باش تفهم مقصودي والله غير كل شيء يكذبوا يسرقوا كل كيما راهم كله 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 يكذبوا شوف انا نخدم دار كازنوس نخدم روحي صح تكسرت هكا ها كي رحت باش نريكلامي قلت لهم انا راني كذا قال لي لا ما عندكش اخويا اكسيدون ترافاي ثم انا على واش انا نسوري روحي فهمت تسمى في الراديو مصور مكسر وكلش قال لك لا مش مكسر انت لا ماك شيء قال لك وين قلت لهم علاه ما نسلك انا كازنوس هذه وكي واش ندير بها انا اكسيدون ترافاي ما عنديش مالا انا زدتك حاجه لطفي ايوه شوف انا عندي خويا وراح حرق كراح طيب وانا واحد من الناس اني بولاتي ولا نهضم لك بربي اني نستنى غير تبيع دار رجولاتي ونروح نزيد دقيقه فيها بلادي ربي يستر يا خويا ما بقاش يا لطفي ما بقاش حنا ميتين ميتين واش نقعدوا نديروا دوكا ولا واش يهاو تبون في روسيا ويسجي ويجيبها ويجري مسكين اي والله يروح حتى المريخ انا واش راح لي فيه يروح حتى للقمر انا واش انا وفر لي العيشه وروح وين بغيت نروح هذيك امور اخرى واش دخلني فيها انا راح لروسيا راح الامريكان راح لاسرائيل انا ما يهمنيش فيه انا صح ولا لا انا فهمتك انا فهمتك انا فهمتك ايه راك فاهم الموضوع ما نزيد لك والو نزيد لك والو انا زعما حلفت ما عادش نعيط لك قلت ما نزيدش نعيط غلقت من الهضره وهكاك واحد ياكلوا قلبه ولا ازمته يهضروا شكرا لك يا سي فريد ما انا نهضروا من التيلي كاش ما كان جريلوات في التيلي تاع فريد غير اخرجوا يرحم والديكم تفضل اخويا المخرج قلت لي جمال من الحراش جمال من الحراش السلام عليكم وعليكم السلام يا سي جمال مرحبا بك الله يسلمك تحياتنا الله يسترك خويا العزيز تفضل راك على المباشره سي جمال يزيد فضلك خويا بارك الله فيك تحيه خاصه لقناه المغاربيه ونحيي فخامه الشعب الجزائري ورحم الله شهداء الثوره التحريريه امين وعليكم السلام يا سي جمال مرحبا بك نقص في التيلي برك اخويا جمال ايوه تسمع هكا نسمع فيك انا تري بيان ونحيي الشعب الفلسطيني في القدس الله ينصر المرابطين والمرابطات هناك بالذات وينصر اهلنا في غزه يا رب امين والله الله يا الله يفك أسرانا من السجون الصهيونية أمين والله يوحد يا الله أمين الفصائل كل الفصائل في غزة لأنهم شرفنا هو وحدهم تبون سي جمال صاي وحدهم وجاو وسرفقوا فرحانين حسما تقولوا تبون قال لك يجاو لهنا وحدهم احنا شفنا مش هم وحدين ولكن تبون قال لك لم الشمل وحدهم نورمالمون دوك كاع رانا مسؤولين باش نكونوا معاهم فلسطينيين فلسطينيين كيما نقولوا حنا راهي عقيده في قلوبنا اي صح صح لا مي يعني باه نقول لك باللي سي تبون صايف راها فلسطين يعني وقال لهم حنحررها ان شاء الله خليوها عليا فصائل وحدها وداروا البيان ونورمالمون صايب قضيه ايامات بركه وان شاء الله نروح نصلي في القدس ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله المهم احنا واش نقولوا بلادنا والله يصلح حوالنا ويستر حوالنا والله يفرجها على كل مغبون امين والله يشافي كل مريض والله يقضي كل مديون امين 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 شكرا لك يا خويا جمال الوقت برك عبد المجيد تفضل من الجزائر السلام عليكم يا عبد المجيد السلام عليكم خويا لطفي اهلا وسهلا ومرحبا بك واش راك خويا لطفي لاباس لاباس الله يحفظك ان شاء الله تكون بخير بصحه وعافيه تفضل لك على المباشر الحمد لله يا خويا البارح في الليل والله ما رقدت يا خو علاه خير ان شاء الله سي عبد المجيد منين استدك وزير العدل
جيت نعيط لكم البارح ما حكمتكم على صوني لا صوني راحوا لي زيتي بلا صوني ها انا كنت ندير العدل هذاك شكون دار مع ذاك ديبيتي هذاك البرلماني ها اي بورتو ذاك البرلماني عنده حصانه صح وطار فيه هكاك وشعل فيه انا البارح شنيت واكدت بلي كي تحت في يدهم مواطن بسيط يعذبوه مسكين بلا سينيول التعذيب بلا سينيول باش بس البرلماني هكذاك صاب يدير وطني سامبل راحت عليه كي تحت في يدهم ما يطلقوهش يعذبوه بلا سينيول تعذيب البارح اكدت 100% يا الوطني سامبل كي تحت في يدهم والله غير مسكين غير ربي اللي يسبق فيه سبحانه شفت فهمت يا خالوصي وهذه قدام الكاميرات تسمى وما خفي اعظم تسمى شفت الو مع وطني تحت ليزيون زادت كاع ما تهدرش كاع راحت عليه صح صح كاينه منها ونزيد لك واحد اخرى مؤسسه وطنيه موبيليس سراقين يسرقوا في الشعب البارح مسكين الكونترا تاعي تاع الشهر تاع الانترنت البارح كوباوا ماتت كوباوا ما نقدروش ممنوع يا خويا المخرج الله يحفظك ممنوع سي عبد المجيد نذكروا اسامي تاع شركات ونطيحوا فيهم تما قانونيا ما نقدرش تما فهمت هذه كلام ما تكون حتى ما قلتش اسم الشركه لانه ما قانونيا ما عندناش الحق على احنا نحترموا القانون على كل حال عقد ما نقدروا ولكن شكرا لك شكرا لك وربي يخلف ان شاء الله زيد سي ربيع ربيع السلام عليكم السلام عليكم اهلا سي ربيع هاي يبارك فيك لاباس لاباس واش راهم الناس قسنطين ها ان شاء الله خير ان شاء الله خير واش راه نقول لك سي لطفي نعم نعم دائما شوف حنا تقلينا في 62 نعم نعم دائما وبابنا ما تشاهد في 59 الله يرحمه ربي يجعل الله ربي يرحمه مات في معركة ثلاث ايام ليل ونهار واش قال لهم قال لهم شوفوا ان شاء الله ربي ما يخلينيش ما يوصلنيش الاستقلال انا قالوا وعلاه سي ربيع قال هذا الكلام قال ما يخلينيش ربي الاستقلال وبابا كان قائد في الجيش اونسيان كومباتون درب على السلاح راك فاهمني نعم طلع الجبل في 55 استشهد في 59 ماركا ثلاث ايام ليل ونهار قال لهم شوفوا الجزائر رانا نستقلوا الو انا معك سي ربيع شوف قال لهم الجزائر رانا نستقلوا بصح راهي ماهيش صافيه عداو 8 ولا 9 رياس الجزائر هي الجزائر تبقى على 100 سنه تبقى ديما الجزائر هكا نفس السيستم ناس احنا رانا عايشين حتى نهار نموتوا ناس نسمع فيك سي الجزائر تبقى ديما الجزائر نفس السيستم ما تشوفش في تغير هاو اليوم تبون في روسيا والله الله يحكيوا على الجزائر ويصفقوا يروح المريخ يروح يروح لاي بلاصه تبقى نفس السيستم كاينه عصابه اللي خلاتها فرنسا هي اللي قاعده تعرقل الجزائر تبقى نفس السيستم ناس شكرا لك يا سي ربيع فهمتك شكرا لك يا ربيع لكن جوستومون الناس بالك يقولوا راح راح لروسيا عفوا يطلب الحمايه باش ضد هاد الناس اللي كيما تقول انت تابعين للاستعمار السابق دونك بالك رايح يطلب الاعانه باش يحرر نفسه كيما قال باش نحرروا الجزائر مره اخرى من هاد الناس اللي كيما انت تقول راهم مازالوا هما اللي قروا ويحكموا في الجزائر وتابعين الجهه اخرى ربما هذه تاع روسيا حسب ما يقول فاخر ولو انه يعني هذه دليل انه ما زلنا حقا يعني تحت التبعيه ولكن هو يطلب الحمايه فوالا بالك هذه فيها خير حسب ما يقولوا الناس اللي يشوفوا فيها باللي يعني هي زياره ناجحه نواصلوا اخويا المخرج كاش مكالمه محمد مشراقة يا سي محمد السلام عليكم مرحبا بك السلام عليكم مساء الخير يا لطفي ومساء الخير سي محمد حمحند حبيت نعرف رايك في الزياره يا سي محمد الله يسلمك يا سي لطفي ما لازمش نكونوا جايحين كاين ان برانسيب يونيفرسال صح يقول لك الناس تخدم عند اللي يخلصوا تبون ما طلعوش الشعب باش يخدم عليه التبون طلعوه اللي طلعوه وراه يخدم عليهم الشعب هذا
ما ينجمش يخدم عليه خاطر الشعب هذا يخرج يقول لك تبون مزور جابوه العسكر. لا ما كاش انتخابات مع العصابات وتحبون تبون يدير فيكم الخير. هذه يعني ما تجوش في العقل. لا ما هذه ما تجوش في العقل. ما تنجمش تطلب في واحد اللي تشتمه وتسبوه يدير فيك الخير. دونك بقاتلنا لازمنا ان سوليسيون. انا نقول لكم 11 سنه تاع لاشين تاعكم غير البكاء. انا ماذا بكم تحلوا لاشين تاعكم لي ديبا باش الناس بروبوزي دي سوليسيون. خاطر شوف لاشين تاعكم لي بريز اون كونسيديراسيون. يقول لك لي شي ابوا الى كارافان باس. نبكيو ما هادو ما يحركوش هادو ما يخدموش علينا. انا نقول لك سكو جو بونس لو كان ماشي لوبينيون انترناسيونال. نقول لك هذا الرجيم هو اللي يكري لي باطو باش حنا نروحوا باش نخليو لهم الغاز وحده نخليو لهم البترول وحدهم ما بنيوناش السكولات ما يعطوناش الخدمه. لو كان ماشي لوبينيون انترناسيونال والله غير هما يكريو لي باطو. والسلام عليكم. وعليكم السلام يا سي محن مشراقه. رايه ونحترموا رايه. مرحبا بالاراء الكل. تفضل اخوي المخرج. اخر مكالمه مع اخونا عبد الرزاق من القليعه. سي عبد الرزاق. الو مساء الخير. مساء النور. السلام عليكم ومرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نترحم على كل شهداء، يعني شهداء ثورة وشهداء الواجب وشهداء 2001 وشهداء كل شهداء وشهداء مهما كانت أطيافهم. لأن الشهداء ليس فقط الذين قالوا الذين استشهدوا من أجل كل الشهداء اللي استشهدوا من أجل البلاد والوطن. يعني نذكر منهم أودا مايو كلهم شهداء. كلهم شهداء. ولو أننا نعيش في نظام وين هناك تفرقة بين شهيد وشهيد. أقولها وأعيدها أن النظام الذي نعيش فيه أولا هو نظام غير شرعي. هي حقيقة يعني لأن الشرعية نستمدها من انتخابات شفافة وانتخابات تعطي الحق لأشخاص وبالتالي مؤسسات أنها تسير البلاد وبالتالي العباد. إلا أن الشرعية هذه غير موجودة. نحن نعيش في زمن الرداءة وللرداءة أهلها. وبحيث أن النظام الحاكم حاليا هو كأنه إذا أردت أن أقارنه مع الأب في قانون الأسرة فهو له الولاية لأن القانون يسمح له الولاية على أبنائه. يعني هو والي على أبنائه تيتر سن تيتر على أبنائه. فهذا النظام هو قرر أن يكون ولي على كل الشعب يعني تيتر وكل الشعب قاصر. وبالتالي الشعب قاصر ولا يحق له أن يطالب بأي شيء. لا يحق له أن يعبر. لا يحق له أن يقول أنني مرضت أو أنني جعت أو أنني قرر في هذا البلد. وليس لك الحق حتى أن تعبر عن ذلك. ليس لك الحق حتى ولو أننا نقول أنا بالنسبة لي كأب من 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 أفرح عندما يأتي ولدي ويقول لي أننا يا بابا راني جيعان ولا راني عيان ولا راك غلطت معايا. وبالتالي أتحاور معه وأحاول أن أجد الحلول. لأن مهما يكون مهما كان سن الأب مهما كان الأب مهما كان مستواه فنخطأ. وأحسن الخطاؤون كما يقال هم التوابون. إلا أن هذا النظام لا يريد أن يقرر أن يقر أنه أخطأ منذ 62 حتى الآن ولا يريد أي شخص أن يقول أنك أخطأ. وإن قال أنه أخطأ فبالتالي يزج به في السجون. واقعنا مر وبالتالي نحن لا نعيش. أون سيرفي لا نعيش. ولذلك كل الناس تريد أن تذهب إلى الخارج لأن يرون ما هو موجود. كل البلدان مهما كانت الوضعية تاعها فهي تطورت. كل البلدان الغربية منها أو الآسيوية كلها تطورت. نحن لا نطور نتطور. نحن نتراجع. حتى في السنوات الأخيرة هذه من اللي حكمت بونا سي عبد الرزاق. نعم. حتى يعني نتراجع حتى في هذه الثلاث سنين اللي حكمهم تبون يعني ولا كاين. أقولها إنها الحق إنها 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 الحقبة الرئاسية الأكثر
حتى بوتفليقة الله يرحمه حتى بوتفليقة في وقته كانت هناك حرية فردية وحرية جماعية. فالحقبة حقبة تبون هي الأسوأ، هي الأسوأ، حقبة تبون هي الأسوأ، هي الأسوأ، لأن نرى أن هناك أشخاص يزج بهم في السجون ذنبهم الوحيد هو أنهم عبروا عن آرائهم. هذا في الحريات، لكن في الاقتصاد وفي المجالات الأخرى لا شيء يذكر، كل شيء مغشوش، كل شيء مغشوش، كل شيء مغشوش. إن الجزائر، الجزائريون يعيشون في جحيم، لكن عندما تتعود على الجحيم تظن نفسك أنك تعيش، لكن نحن نعيش في الجحيم، نحن نعيش في جحيم، جحيم يومي. شكرا يا سي عبد الرزاق. عندنا نور الدين مصباح يسنى. سي نور الدين السلام عليكم. تكوبي طولنا عليه بزاف، اسمح لنا سي نور الدين. دونك على العموم هاكم سمعتوا يا خاوتي، كي نهضر على زياره تبون الى روسيا يقول لك وانا وش ربح منها، انا زياره هاو زار وصرفقوا عليه وفرحوا به وسلم عليه سيدي، قال واش هاو حضنوا سيدي باسوا هاو شطحوا مع بعضهم، وانا وش يعني هاو بوتفليقة ولا ما كانش يزور، كان يروح أمريكان، كان يروح بارتو بوتفليقة، كاش ما حاجة يعني. هذا وش المواطن يقول؟ سمعنا لنا المواطنين يقولك سما أصلا يعني ما ربما يعني راحوا لمصالحهم الله أعلم، ولكن على العموم المواطنين اللي يتكلموا معانا على كل حال ما كانش ناس أخرين شفتهم يعني دخلوا، قالك باللي الوضع ما يعجبش والحالة صفابا، حتى يعني هذه الرحله تاع تبون مالغري راح في يعني دون ان كونتكست ايكونوميك، يعني تقدر تقول باللي راح يعرض وكذا وكذا وكذا، فما فهمناش وعلاه كان العديد من الناس خاصه مثلا هاد المتدخلين ما عجبتهمش حكايه انه راح لروسيا واستقبل بهذيك الطريقه. على كل حال نخشوا في هذا الموضوع واحده واحده يا خاوتي، نمشيو دوكا دوكا كما نقولوا. دابور استقبال سي عبد المجيد في روسيا، كما عم بالكم الوضع كيفاه بارابور لروسيا، سمعنا او ديبي كيفاه يعني بوتين تكلم على الجزائر وقيمه الجزائر، ونسمعوا دركا بوتين يتكلم يعني على هذه يعني الزياره في حد ذاتها وعلاها الزياره اللي كروسيال، وعلاها الزياره هذه يعني حسب ما قلتوا بوتين حاولوا نفهموها خاوتي بالحرف وبالكلمه واش قاعد يقول. تفضل خويا المخرج. يا хотел бы поблагодарить أود أن أشكر الرئيس الجزائري على كونه وجد متسع من الوقت ليأتي إلينا. الكل من الحضور يفهمون ما معنى الوصول إلى موسكو والانضمام إلينا في هذا المنتدى. إنه يستعرض بذلك فخامة الرئيس الجزائري، كونه زعيماً وكونه يحترم مصالحه الوطنية ومصالحنا جميعاً. هذه جملة برك يا خالتي كنا نقعدوا معها حصة كاملة. يعني هو يحضر نكتب يشكر الرئيس سي فخامة كما يقول هو عبد المجيد تبون لكونه وش هو لأنه قرر أنه يأتي إلينا. مها مش نتلاقاه، لا يأتي أو جانا، أقبل إلينا، يأتي أو جانا، أو جانا هو اللي جانا، ويعني عرضناه على كل حال عرضه ولا تفاهم ولا كذا، المهم راهو جانا. هي الكل هذه السر، قال لهم الكل يفهم، الكل قال لهم أنتم يعني رؤساء اللي كانوا تما، الكل راكم فاهمين ها يفهم ما معنى الوصول إلى موسكو. قلنا له يأتي يعني جاء لموسكو، راكم كل فاهمين وش المعنى تاعها كي جاء لموسكو. هذا السؤال وش معناتها كي جاء لموسكو يا اخي يعني لا، والانضمام الينا، الينا يعني وش قصدك؟ هل يهدر روسيا بصيغه الجمع ولا يهدر كل الحلفاء اللي مع روسيا؟ هذه كلها عندها دلالات، والناس اون ميم طون تفق يعني على جوست هذه العباره، يعني الكل يفهم ما معنى الوصول الى موسكو والانضمام الينا، راهو جاء لموسكو وراء انضم الينا. هل كما يسميوها في الجارغون ولا في يعني هل هذه هي البيعه، البيعه الصغرى ولا البيعه، هل بايعه سي عبد المجيد تبون بيعه سياسيه؟ بيان سور ماناش نحكيو على الدين، احنا نحكيو على اللغه العربيه. هل هي بيعه تبايعتك على السمع والطاعه؟ ثم الكل يفهم ما معنى هذه الزي، لانه كي تروح وتقعد وتجلس وتتكلم هذا ولاء مصاير. انا معاكم
يعني معاكم في وش بيان سور. الناس اللي تتبع الحصص تاع المغاربيه عم بالهم باللي العالم راهو اليوم يتكتل، وعم بالكم باللي يتكتل ويتقتل. على كل حال راهو يعني كونفلي بين اك، عم بالكم الجهه الامريكان وكذا والسعودي وكذا وكذا وروسيا واوكرانيا، راهم كونفلي كبير. دونك شكوني مع شكون وشكون يساند شكون؟ هو على ذيك يقول باللي جوستمون راهو فلان جاء وعيط لنا وجاء الينا وقبل دخل موسكو، راكم فاهمين واش حاس يقول كي جاء، يعني اعلان يعني شبه رسمي كيما نقولوا باللي راهو سي بون راهو متحالف معنا، يعني ماشي معنا في الكذا كونتر الاخرين اللي جوستمون ما همش ماشيين معنا. هي واش فيها سيدي ماشي معاك ولا ماشي معنا؟ وعلاه هي حاجه كبيره؟ لانه انت كبلد بين قوسين كيما الجزائر ما عندكش لو لوكس والبريفيليج باش تكون ضدك دول اخرى في اوروبا، سينو سي ان كوت بوكير كيما نقولوا، تسمى عندك من ومن، حطيت روحك في مازق، الروح منا ولا من، تعرفها شادي بادي ندي هادي ولا هادي، يفواتر فريمون كيما نقولوا استراتاجيه، يعني تعرف تختار البلاصه تاعك وين تروح. هذا السؤال الاول يعني اللي مهم، هل تبون سقسى شعبه ولا يعني عنده أببري نظرة مع المختصين ولا الوضع العام أسكو نروحوا من ولا من؟ عطاك تروح من ولا من يا دي كونسيكونس، كان عواقب منا ولا منا ما فيهاش، يعني رحت منا عندك مشكلة مع روسيا اللي أصلا هي تبيع لك السلاح والجزائر رايحة تشري صفقة تاع 19 مليار دولار من الأسلحة، دونك أنت كرك وزيد راهي حليفة إيران وحليفة يعني دول وكعم بالك أنت بارابور للصحراء وش قاعد تدير وكذا، ولا هل تروح للجهه الاخرى وين مع روسيا وين الجهه الاخرى كيف كيف عندك اوروبا انت كرك معها؟ دونك هذه هي السؤال اللي حاب يحطوا الطب، وحنعاودوا الفيديو يا اخويا المخرج باش الناس يعني تقدر تسمع وربما اللي يتصلوا يعطيونا ابري واش فهموا، لاني انا مشني مختص داروا حصص وكذا، ولكن نعاودوا نسمعوا الفكره تاع بوتين يا اخويا المخرج من فضلك. أود أن أشكر الرئيس الجزائري على كونه وجد متسع من الوقت ليأتي إلينا. الكل من الحضور يفهمون ما معنى الوصول إلى موسكو والانضمام إلينا في هذا المنتدى. إنه يستعرض بذلك فخامة الرئيس الجزائري، كونه زعيما وكونه يحترم مصالحه الوطنية ومصالحنا جميعا. فوالا يا خالد، دونك هو كأنه يقول له tu as fait le bon choix لأنه هذه في مصلحتك، لكن تحب مصلحة بلادك تنجح أروح معنا. ويقولها بكل عز يا خوتي، ماشي كي احنا بيسو احنا فرحانين ويهضر علينا، ولكن كما يقول بوتين قضيه مصالح، ماشي حبنا خاطرك يموت علينا خاطرك احنا يعني نساب ولا يحبنا، خاطر قضيه مصالح. كما هو عنده مصالح يشوف باللي الجزائر تانا من مصلحتها تكون معنا ما تكونش كونترنا، والا تعرفها راهو يصرى فيك وش يصرى فيك، دونك من مصلحتك تكون معنا خير، كونك يعني رزين وعاقل وكون معنا. دونك المخرج حط لنا المكالمات، اذا تقدروا يا خوتي تفهمونا واش يقصد سي العلامه بوتين واش يقول بهذا الكلام. تفضل يا سيدي عمار خويا من كندا، السلام عليكم. سلام ورحمة الصحة اخونا لطفي، مرحبا بك اخوي العزيز. الله يهنيك. راك تحكي قد في السوجي. شوف مع لوراج هنا الهدوء تاع هنا والرعد والبرق هنايا. عم بالي سمعت. والله العظيم راهي اللي تقول راهي شغل النووي تاع بوتين. والله العظيم ما نوراج فيون هو يضرب بركه. واش حبيت نقول لك؟ انا بور لو تريك واش الزيارة تاعو هذايا وسيرتو واش ديكلارا تبون، هذا واش كي ديرونجون هنايا. انا جاب لي ربي هنايا. سيت ان سيناريو على هذا بشار الاسد، فهمتني؟ ايوا هذا تبون يل دومون لو بروتيكتورا، سي جامي تصرا اون اوبوزيسيون في الجزائر ولا ما على باليش، الور جمعيه الروس فاغنر وجو فاغنر. لا دخلنا طول فاغنر اخويا حمار بالعقل. صح نقول لك انايا هذيك الطريق لا سيري سا كومونسي كوم سا. هذا يدمر البروتيكتور الحمايه، انا جامي سمعت بريزيدون تاع الجزائر يدمر الحمايه. تما قصدك هو ما يهدرش على الاعتداء الخارجي، هو خايف من الداخل. هو الداخل داخل الخارجي راه يخدموا معاه قاعيتيك. الخارجي قال موكلهم. انا جاب لي ربي انا مون اناليز
رايح لهذاك الباب باش مخلطه بيناتهم شويه لداخل. الله يقول هذا الفوفور بالك الحمايه، الحمايه تاعنا ماشي تاع البلاد، الحمايه تاعهم هما. ايوا فهمت، هما يحميهم هما، لا بروف راح ليه. فهمتك عم سي دو مام تريك كيما تاع سوريا هذاك، يروح هكذاك يمجد له سي لا ميم شوز. والله اعلم انا هذه قرايه. هذا رايك، نحترموه رايك، هذا رايي على كل حال. يقول عمار باش يحميهم هما من الداخل، فوالا وروسيا يعني شغل نضمن لك انك مريح في الكرسي، ما تخممش مع واحد ما يدور بيك من الشيوخ هذوك. هذا رايي، شكرا لك. مكالمه اخرى. رشيد من الجزائر، سي رشيد السلام عليكم. السلام ورحمة الله، صافي في لاباس. مرحبا بك خويا العزيز، تفضل لك. دونك تهضر على بوتين، الناس مدايره لاشين على 12 دير لاشين على البن. والعشية على 10 ديروا على الحليب. تقول له أنت بوتين ما كاش منها، اطفي. الله عندك عليا. الله عندك الحق. إيه تقول له السيد مدير لاشين على 12 على البن، الناس ما عادش طيب، واحد ما هو ياكل الخضرة. البصل ب 10 يقولوا، والناس راهي في ازمه تاع وسعوا. تقول له بوتين والحمايه والاخر هذه ما يمرش بها، ما يشوفكش كاع هكذا. دوك لا حاب تشوف الشعب الجزائري، والله كيما نقول لك، وليد ملي سالي عايشين في سيدي يحيى، ولاد لي جينيرو كيف يدوروا بورش، ولاد الوزراء كيما يدوروا بالايفوك. هذوك جيب لنا البطوات كيما هذو وريهم الشعب. تريد واحد في الغرق البارح، السيد ما عندوش الدار هذيك اللي درت له الغرقه في الدار، كاع رانا عايشينها. ورينا حاجه جديده تزعزعنا، زعزع الشعب الجزائري. ورينا سيدي يحيى في اللي يدوروا بلي بورش، اللي تتعشى 3 ملايين، ولا جينيرو ولا الوزراء اللي يطبقوا في الدراهم اللي طلعوا في الفرونه. والشعب لكن قادر تجيب فوطوه، تجيب فوطوه بن عكنون من حيدره. تشدوا الغرقه هذيك راه عايشين فيها، كي تقول لي الغرقه سيدو المح مع بوتين وهادو، هادو كاع ما هادو ما يديروا لك والو. هادو لا حاب تشوف، ورينا ورينا النفقه هذيك غرقات، واللي شفناهم والحراقه اللي ماتوا واللي ما خلصوش وحاله. يعطيك الصحه واللي ما خلصوش. درك ولي درك وري الشاب كيف راهم عايشين، ولاد زينورو بالبورش تاع 3 ملايير وربعه وهذيك. ورينا جيب لنا فوطوات منه، يشوفوا هاد الجزائر كامله كيف عايشه العاصمه، كيف عايشين في ورقله، كيف عايشين في وهران. هذا ما كنشوف. اعطيك الصحه هذه، اذا حبيت ناخذ باش نشوف الشعب كيف واش ناخذ. السيد مدير لاشين على البن على 12، يدير باش ياكل البن، بيدي ريت للبن لاولاده ب 7000 فراك، باخر يطوي يماهم طيب المكسراء، عنده 4 دراري ما بقاش واش يوكلهم. وتقول لي بوتين والاخر ومنه ورسي. شكرا شكرا، صح يا خويا رشيد، والله عندك الحق. يعني انا تانا نحب نحكي على هذيك الامور، ولكن هلا غرب الحدث هذا لازم نبينوه، لازم نوضحوه. زيد مكالمه واحده اخرى خويا المخرج قبل ما نروحوا. تفضل ناصر من الجزائر. خويا ناصر السلام عليكم. السلام عليكم اخويا لطفي، لاباس؟ مرحبا بك، ان شاء الله تكون بخير اخويا ناصر. يا خويا توحشناك، ان شاء الله يجي النهار اللي تولي البلاد، تولي البلاد مستقره. ربي يحفظك ان شاء الله يا ناصر، ان شاء الله كي يجي فاغنر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. تفضل يا ناصر، راك تحط لنا في الموضوع. يعني واش رايك انت في الكلام اللي قالوا بوتين؟ شوف بالنسبه ليا دوك الاوضاع اللي راهي في العالم، لازم علينا الجزائر تخير جهه، ما عندناش لي شو. صح، هذه متفاهمين عليها. صح، ودوك حنا بالنسبه لنا واش راح تخير اخويا طفي الجهه الاخرى الناتو، منا تكوي منا تشوي تسمى. فهمتني، ما عندكش لي شوا، ما عندكش لي شوا. حنا استعمرت هنا فرنسا، حنا استعمرت هنا فرنسا، الجهه هذيك تاع الناتو. فهمتك، ودوك حنا لازم نخيروا جهه الروس والصين والجزائر غادي تطمح باش تدخل للبريكس، ما عندناش لي شوا. فهمتني، فهمتك. على حسب ماني نشوف واش راهو يديك تبون، مانيش انا تسمى مانيش مع تبون ولا لا لا، راني فاهمك. يعني حبت الاختيار تاعو قاعد تقول ماشي خير هكا، اختيار ماشي تاعو، تاع الدوله الجزائريه. هو راهو خدام، هو مع صح صح صح، فهمني، هو راهو خدام. هذا خيار تاع الدوله الجزائريه، هذا خيار استراتيجي للدوله الجزائريه، فهمني. انت كي تشوف جيرانك من الجهه من نسقوا مليهم على اليهود ومع الامريكان، جيرانك مليهم مراكا، فهمني. تما انت لازم تتحالف مع لاقوى منهم، فوالا. لازم تروح للجهه الاخرى، لازم تروح للجهه الاخرى، ما عندكش لي شوا خويا لطفي، ما عندناش لي شوا، لازم نروحوا للجهه تاع الروس، فهمني. فهمتك يا سي ناصر، انا فهمتك. وان شاء الله اللي فيها الخير، ان شاء الله اللي فيها الخير ربي يجيبها. امين امين.
شكرا ناصر. ناصر يقول باللي هذا جماعة مش اختيار تبون لأي إنسان يعارض تبون ومش متفاهم مع تبون، لا يقول لي هذا اختيار الدولة الجزائرية. هذا الدولة الجزائرية شافت باللي في مصلحة الجزائر حسب ما يقول خونا ناصر أنها تختار هاد الناس، لأنه الناس الأخرين ولا يعني لازم تختار واحد منهم، لازم تدخل في حماية واحد منهم، لأنك دولة الله غالب ما تقدرش يعني تنافسهم كل، وخاصة يقول باللي عندك جيرانك وعندك المشكلة أنه عندك لهنا يعني الكيان رواكوطي وكذا. فيقول خونا ناصر باللي من الأحسن والاختيار كان جيد حسب ما قال خونا ناصر. نزيد مكالمة خير أخويا المخرج، نوصلوا الفيديو. رشيد من سكيكدا، سي رشيد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سي رشيد، مرحبا بك. واش راكم شويه؟ لاباس الله يحفظك، مرحبا. خلينا انا نحكي عشاتي نحكي معاك اليوم. مرحبا يا سي رشيد، الله مرحبا. شو هذا اللي رشيد اللي عيط دركا يقول لك من الجزائر وسكيكدي، واللهجه تاع سكيكدي معروفه حتى في الامريكان، ويقول لك انا من الجزائر. معليش يعني فهمت الهضره. شوف انا حبيت نقول لكم برك يعني علاه ما تدافعوش على ارواحكم. واحد يقول لكم انتم هاني نسمع فيك يا سي رشيد. واحد يقول لكم انتم ديروا في فتنة، واحد يقول لكم انتم قاعدين محوسين تخربوا الجزائر، واحد يقول لكم انتم ماكم جزائريين. والله يا سي انا يا كونسي بلاصتك نرد عليه، قولوا لهم باللي راكم هادي ارث من جدودكم، قاعدين تخدموا الخدمه هذه ارث من جدودكم، يعني صادير جدودكم ثاني كانوا هكا قاعدين تتبعوا فيهم. ويعني انا نتمنى ان تتحروا تعودوا تخرجوا برا الدور في باريس ولا هذيك بلادي بيريك برك تنحي الكشمه شويه. يا ولدي عيب عليكم الشيء اللي قاعد ما يعني نقول لك حاجه دير جملة مفيدة رشيد. ما نعرف كون تعرفوا ربي، ما نظنش كون تعرفوا ربي، بصح هذا إرث، قولوا للناس اللي قاعدين يتفرجوا فيكم باللي هذا إرث من جدودكم. بارك الله فيك أخويا رشيد. خونا رشيد يقول باللي الناس اللي تدافع على الجزائر كان من بكري وقت الاستعمار ناس قابلين، وش تقول لهم فرنسا يديروا الاستعمار قابل 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 قابل، وكان ناس كانت تناضل بعد الاستقلال كيف كيف لما جاء حتى وقت بوتفليقة، كان ناس حتى وقت بوتفليقة هما قابلين، وكانوا ناس كما كنتوا عم بالكم مغاربية من وقت بوتفليقة هما يسميوها قناة العدو، يعني لأن القنوات الأخرى الله غالب ما تلومش كانوا ماشيين مع بوتفليقة. فأخونا رشيد يقول جستمون فوالا، يعني هذا إرث يعني من بكري معارض معارض معارض، وواحد آخر من بكري بني ويوي قابل كل، جاء بوتفليقة فيف بوتفليقة، جاء تبون فيف تبون، جاء بن صالح فيف بن صالح، جاء بدوي فيف بدوي، جاء القايد فيف بدوي، نحاول القايد فيف اللي جا ورا القايد، ذاته توفيق طلع من فيف توفيق، توفيق خرج من الحبس خاطي يد. ثم كان بني ويوي وكان كما نقولوا اللي عنده يدافع على افكاره، لكن خلينا احنا نواصلوا في الحصه تاعنا مع هذا اللقاء اللي قلنا سي عبد المجيد تبون يعني كان فيه في روسيا. عن بالي كاين ناس فيكم يقول لك يا ولدي واش دخلني فيها، انا ولاتي في اللاشين تاع الحليب، ولاتي في الهم تاع الخبز، ولاتي في الكبش اللي غالي، ولاتي في كل المشاكل، ولكن مليح نعرفوا يا خوتي على الاقل سي عبد المجيد تبون يجتهد ويحاول يلقى حلول للجزائر. دونك كنا بوتين فرحان ويقول للناس باللي او السيد اختارنا وجا باش نحميوه، يعني كما قال خونا عمار بروتيكتورا اسكو بارابور على الخارج ولا الداخل، هذيك حاجه اخرى كل واحد عنده راي، ولكن المهم بوتين قال لهم راك فهمتوا علاه جا وفهمتوا واش طالب منا وراهو تحت الحمايه تاعنا يعني احنا راح نحميوه. هذا كل ما فاهمينه والناس سرفقوا وضحكوا وفهموها. خلينا بعديك السيد تبون الحق قال كلمه ملاحه قبل ما نخشوا في الديتاي، انا عجبتني قلت نسمعها مع بعضنا، احنا الجزائريين تعرف نحب هكا حبوا نسمعوا حاجه علينا وعلى الجزائر. تفضل خويا المخرج. ارد على ذلك بكلمه واحده، ان الجزائريين ولدوا احرار وسيبقوا احرار في قرارهم وفي تصرفاتهم. فوالا كلمه رائعه، الجزائريين ولدوا احرار ويبقاو احرار في قراراتهم في يعني لي ديسيزيون تاعهم، مالغري كو ميم تبون هو في ذاته قال بلي الانتخابات تاعو هي النزيهه هي الوحيده، الباقي كل كانوا مدرحين، والوقت هذاك الشعب ما كانش حر في قراراته. معليش تما من دركا ولا حر في قراراته وسيدي، ومن دركا ولا يعني ليبر. ما عليناش ماهوش المهم هذا، المهم في هذا الاجتماع الكبير يا خوتي كيما عم بالك شفتوا بوتين كيفاه يهدر كي الالاز وكذا، وفرحان بوتين لما يتكلم وتسمعوا يتكلم على الجزائر وعلى الناس اللي جاونا، تحس باللي هذا السيد
شغل حب يملك هكا، حب يدير لوبي كبير، راني كسبت فلان قدام الدول الاخرى، هاو جاني فلان وجاوي، قاعد ينجز في حاجه، تحس باللي راه ماشي امبراطور، حاجه هكا قاعده تلم قوه، تحس باللي روسيا قوه، وتحس كاينه دول هذيك اللي جايه جايه مساكني الحمايه وجيناكم بالحسن وانا احنا عاقلين وكذا. دونك حنشوفوا احنا دابور سي عبد المجيد تبون لما تجيه الكلمه باش يتكلم، ولما تجيه الكلمه باش يتكلم طبعا في هذه الامور عندهم ورقه قراوها في الليل وكتبوها ورايحين يقراوها قدام الناس. بس حتى المو كيما قلت لكم راك قدام حاجه وانت يعني كبرها وخايف منها والناس تتخربط عليك الامور، ويطلع سي تبون ولا بانيك اون ديريك، يعني اول مره في حياته راح يهدر، نشوفه كيفاه يعني تلخبط في بعضها. تفضل خويا المخرج. ابدا واقول فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، سمو الشيخ حاكم إمارة الخيمة، رأس الخيمة، واسمحوا لي كذلك أن أعبر عن عميق شكري للقائمين على تنظيم هذا المنتدى الرائد. فوالا، المهم ديسكور كامل كيما هكا، الورقه قدام وراقي بالك تخلطوا صاريفة صاريف حاكم الخيمه، قال لهم حاكم امارات الخيمه. لا علينا، ما سي با سي ان ديتاي بركا، يعني كاينين رؤساء الورقه اصلا كيما بوتين ما يشوفهاش، ثم في راسه عم باله واش حاب يقول، عم باله لي زيدي اللي حاب يقول، وكان الله غالب لا بريمير فوا لازم يقراها وكذا وكذا، خاصه باللغه العربيه ميتريس با. لكن لما نقراو مالغري كان شويه توتر سي عبد المجيد تبون، للاسف الشديد يعني كان في الكلام كي تعود رئيس جمهوريه كان واحد الكلام يعني باش ما تطيحش ببلادك ولا ما تطيحش بنفسك، لما تتكلم انت جاي تتكلم على الجزائر مليح تقول الجزائر قويه والجزائر هذا شيء جميل، الجزائريين احرار وكذا، هذا شيء رائع. يقول لك في الدبلوماسيه حاجه مهمه، ما تحكيش عن الناس الاخرين، الناس الاخرين تطوروا ولا ما تطوروش ولا انت خير منهم ومش خير منهم، ما تجيش راك رئيس دوله جاي نحكي على الدوله تاعي يعني. لكن سي عبد المجيد تبون للاسف ما زالت فينا ديك تحنا هم لي ميور وواحد ما خير منا، وكون نشوفوا الاخرين في حاله بس احنا هم اللي ديناها لهم. نسمع واش يقول في هذه. تفضل خويا المخرج. ان في قارتنا الافريقيه الجزائر تكون منفردة أو مع أقلية للبلدان الغير مستدامة، ليست لها مديونية خارجية، وحاليا تسجل نمو بنسبة 4.3%، يعني عكس ما يجري في البلدان الأخرى المجاورة في قارتنا. ولا احنا سجلنا 4% دوك تو كرواسونس، تحبس لهنا وتقول هذا مليح، ما تقولش لا عكس ما يصرى في الدول الاخرى، الاخرى يريب عليهم. قالش ماكش جاي باش تقيم الدول الاخرى ولا جاي تقيم نفسك بارابور الدول الاخرى، في الدبلوماسيه ما تتهدرش. يشغل انت تجي يقول لك واحد واش ولدك، تقول يا ولدي جاب 12 الله يبارك، خير من الجار جاب 11. هو يقول لك واش دخلك في الجار جاب 11 ولا جاب 10، انا نحكي لك على ولدك، ولدك جاب معدل مليح، قول لي ولدي جاب 12 جاب 10 جاب 11، لا 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 ولدي جاب 10 خير من ولد الجاره والله، والجيران كلها خير من الجيران كل، لا مويان تاع الجيران تما. تفهم باللي سيدي ما تتهدرش، ما تطيحش بالدول الاخرى، خاطرك تونسي كي يسمعها ولا الرئيس تما جبتني انديريكتومون السافوار سي فري ولا لا، هذه حاجه اخرى. ولكن في الدبلوماسيه الفو ميو يعني تتكلم على نفسك وبس، وهذه بارك لك ما عم بالكم سي تبون كي يخرج على الورقه ديما يروح، بالاضافه انه يعني نو سولمون ما تطيحش بالدول الاخرين، وميو اونكور ما تطيحش بنفسك. سي فريك تقول الجزائر اقتصادنا قوي وحنا عندنا كمليحه تتحفز، لكن حتى ولو راك ضيف عند كذا حاول تقردي الكرامه تاع بلادك وما تطيحش بها ولو بشعره. ولكن للاسف في اخر الكلام تبون هدر شويه كلمه
يعني للأسف شديد هذه العقلية. تفضل نسمعها أخويا المخرج. لا أطيل عليكم لأن اقتصادنا ليس بحجم اقتصاد روسيا الفيدرالية، وأشكر لكم الدعوة لفخامة الرئيس بوتين. دونك هدر هدر وقال ما نطولش عليكم تما خاطرك اقتصادنا ومش كيما اقتصاد تاع روسيا. هذه تانا ما تتهدرش، ما تكومباريش نفسك مع اي بلد. قول احنا في نمو، احنا في تقدم، احنا في كذا، واقتصادنا راه ماشي بوان بار. لا والله اقتصادنا راه مش كيما تاع روسيا. احنا ما تتكالش مشك في قهوه. الرؤساء في الدبلوماسيه ما يهدروش هذه الامور. راك تطيع ببلادك، كيفاه اقتصاد سما؟ يعني راك تقزم في نفسك امام دوله اخرى، وهذه ما تجيش. لا اطيل عليكم خطك اقتصادنا قريب يقول لهم لي باو سي امبورطون كومام روسيا اي لي فاريي دي ميم. صح ما تقولهاش هذه للاسف، وكالعاده وراه خارج على الورقه، هذو ما كل مش مكتوبين في الورقه. هذه ما تقولهاش ابدا للاسف شديد. ساعات تبوني يدير غلطات يعني ما عندهم واحد الدلالات، هاك ما تقزمش نفسك. خلاص مليح هذوك تاع الجزائريين احرار ويموتوا احرار ويعيشوا احرار، مليح هذوك الخطابات بيان. اقتصادنا راه في نمو، اقتصادنا راه جاي، اقتصادنا سيغزو العالم. تكون هكا امبيسيو بصح تاع تروح وانت بعقليه لا احنا ماناشنا كيما روسيا. هذه نقولوها بيناتنا، هذه مام انا كي نهضرها درك ساعات نحشم نقولها. ماذا بيا نقول اقتصادنا قوي؟ فلما يقولها رئيس دوله امام الرؤساء وامام الدوله الاخرى وامام يقولها مجموعه اقتصادنا ومش كيما تاع اك رايح مريب بنفسك. وهذه للاسف الشديد ما تدارش. وبيان سور بوتين راك عم بالكم بلوك ايسبرغ تسمى، السيد ما عنده حتى رياكسيون، ما يضحك لا والو تسمى، غير يسمع. فانا نظن باللي هذه، انا حسب رايي المتواضع نظر باللي هذا ما تتقالش. لا تهدر على الدول الاخرى وتقول لهم رانا خير منهم وعكسهم هما مريبين، لا تحكي على الجيران لا والو، لا تحكي على اصلا على انه بلادك تزيد تقزمها وتقول اقتصادنا ماهوش ولو صح. للأسف هو مازال يهضر. على كل حال على العموم كانت فيترينا ملاحة، كانت زيارة بيان، كانت تصفيقات، كانت بال ايماج على الجيري بيان سور. مالوروزمون اون با لا ميم ايماج على الوضع الداخلي، وين الناس يعني كما قال خونا هم في الحليب هم في الفوضى فيضة راهي في الفوضى في المرشيات، وهذيك خسارة. ان شاء الله نهار يجي وين تعود لا ميم ايماج هذيا كما هذيك. تفضل اخويا المخرج نرجعوا للمكالمات، نفتحوا شويه الهاتف، خلي الناس تشارك قبل ما نرجعوا حنايا مواضيعنا الاخرى ونخرجوا من هذا الموضوع تماما. عندكم الواتساب، عندكم سكايب، ماذا بينا برك نبقاو جوستومون في رايكم على هذه الزياره. احنا على كل حال نتمناو فيها خير، ولو انه عم بالنا للاقتصاد الروسي خير. راهي ضربه تاع 19 مليار دولار تاع سلاح راح تشريه الجزائر، بالاضافه الى كونها انها ولات اليي جوستومون. هل هذا سيكون له عواقب؟ هذه الايام هي اللي راح تشوف، والاختيار تاع الدوله هذا نشوفوا اذا كان صائب ولا لا، وان شاء الله يكون صائب خير للجزائر. تفضل خويا المخرج. نور الدين من وهران، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك سي نور الدين، رانا على المباشر، تفضل. كيراك سي لطفي، كيراك داير غاية؟ الله يحفظك والله، الحمد لله يا سي نور الدين، الحمد لله، شكرا لك. يا خويا الله يرحمكم المرحومين كبار وصغار. امين. الله يطلق سلاح السجون، خاوتنا اللي راه في السجون كاع. امين. ياك، والله يطلق سلاحهم، الله يرحمكم المرحومين. أمين. والله يخلي المغاربية كبار وصغار، ونوجه سلامي كاع رجال اللي راهم في الخارج، كاع العلماء تاعنا كيما الوان كيما اوساط كيما شيخ الاسلام كيما تاعكم عثمان ناصر نتايا كاع اهل المغاربية. ربي يسترك، شكرا على دعوة الخير سي نور الدين. والوضع راك تشوف كي راه داير في البلاد، ياك مع ان تحسب رانا عايشين في تيكو داكينتي على حسب تاع الوزير العد هذيك مع هذاك تاع البرلماني. هذيك عم تمشي حاله، هذيك عم تمشي صوره خويا، كاع الجزائريين ينضروا، ياك هذه وحده. والثانيه خطره فوتو فيديو تاع 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 المير تاع النابه. ها اللي تحوش مع هذاك كل شيء. هاو درك من وصل حبوا كل بنادم بنا ادم، ياك اللي قال لك ضربها المير ضربها بدزه في الظهر. صح. هو بغى ينتحر. يا خويا وهذه درجه خويا وصولها راجل داير كيسبا، ومن ينطاح كيف ينطاح يطلع غضبان عند الله تعالى، الرب غاضب عليه.
وهذه دار الزور انا عايشين دروك تما راهي فتحوا راكع فهمت صح صح يا خويا وتا دراجل تاع على خاطر خروف ولا تنتحر ويجي الميل يضربك بدبزه ويقولكم انا راه اي دغيد واي دغيد ونور الدين الاهانه اللي دغيد مسكين دغيد وراجل داير كيسمع بولاده ولاده يشوفوا ويهضر فيها قال لك ضربني علاه يضربك تا هذا المير شكون على ما يخافش الله وانت تنتحر كاروس الدراجه تنتحر وهذه وش بغي نقول لك حنا الشعب الجزائري ياك انا تبان لي نعزو كعر وحنا تبان لي كعر انا موتى نعزو روحنا نعزو موتى ونزيدو رانا نعزو روحنا حنا ثاني كرانا موتى وكي تشوف اسي نور الدين في تبون في في في, في روسيا ما تفائلش خير كبالك ما تعز خير حبوك حنا 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 روسيا بعيده علينا ياك حنا من بكري مع فرنسا من قبل الاستعمار من بعد الاستعمار حنا مولفي فرنسا ولادنا كعران في فرنسا راهي 7 ملايين في فرنسا حنا نخدموا مع فرنسا ملاح ولا قباح ولا حنا شادنا الروس شادنا حنا العلماء تاعنا في الروس او راح يجيب سلاح سي نور الدين وحنا خصنا ندافع اسمح لي سي لطفي حنا خصنا ندافع حنا خصنا الكباش خصنا الحليب خصنا الطروقه خصنا لي شهر حنا ما عندنا سلاح حنا ما انا مكانش كاع اللي راه ضاربين هنا الحمد لله شكون فهمتك يا سي نور الدين يقول مشنا محتاجين مدافع علي من شكرا نور الدين علي من تيبازا مرحبا بك مرحبا بك خويا لطفي السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا تفضل اخويا نور الدين ما نطولش عليك والله غير يا خويا لطفي غير راني نشوف بلي هنايا المشكل ماهوش في المسؤولين الكبار المسؤولين الصغار اللي راهم هما اللي راهم فارضين رايهم في البلاد مثلا المير بالنسبه للقضيه تاع تيبازا تاع الفيضانات هذه ها احنا التبون قال 48 ساعة الناس تسكن ها. احنا المير ما سكناش واش تفهمها انت سيدي احنا المير تسمى السلطة عاد من راي ما ايش عن تبون تبون قال القرار بصح المير هو اللي ما سكناش فهمتك يا سي علي فهمت الريزونوت يعني اللي يسمى القرار راهو عند الصغار هذا الصغار اللي ما كاش عندهم اللي يسيطر عليهم هما اللي ما قادرين ما الكبار الكبار ما في رايك تبون عم بالو باللي ما سكنكمش ولا لا اخويا علي انا بالنسبه لي راني نشوف باللي ما على بالوش في رايك رئيس دوله ما عم بالوش باللي وحنا عم بالنا في المغاربيه في قاره اخرى عم بالنا والناس عم بالهم في كندا وتبون رئيس البلاد في الجزائر ما عم بالوش باللي ما سكنوكمش ما خاش ما كاش اللي يلحق له هو راهم يشوفوا بالتصويره وكيفاه لحقت لانفورماسيون لكندا اللي حكيت لانفورماسيون كندا هذيك هي اللي ما هذيك هي اللي ما لقيناش الحل تاعها الا اذا على بال واسي علي يسير عن بال واسي مع الوزير الداخليه انا اللي هضرت مع وزير الداخليه شخصيا ها وقال لي غدوه ان شاء الله باذن الله تسكن غدوه من ذاك لقيت روحي بلا دار وما سكنتش رقيت رقيت بالمفتاح نط الصباح نحاول رئيس البلديه علاه ما عندكش باه كونتاكتي انت الوزير الداخليه ولا حاجه ما عنديش انا قلت لك انا كي شفت وزير داخليه قدامي انخلعت وزير داخليه شخصيا قال لي انت راك مستفيد باذن الله غدوه الساكن تاعك تسكن فيه لا رقيت بالمفتاح في جيبي الصباح كي نط لقيت رئيس البلديه دار لي المفتاح تاعي ولادي عندي زوج دراري راني مرمي في 25 يوم برا ما كاش اللي يسمع بيا ما كاش اللي يجي عندي نطلبوا ان شاء الله ربي ان شاء الله يا سيدي ربي يهديهم امين ويحل القلوب خاش كاين بزاف راهي مضراره في فوكا ان شاء الله ربي يخزروا فينا امين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سمعتوا يا خاوتي وزير الداخليه اعطاه المفتاح سكنوا قالوا هاك دارك جاء غدوه اللي تحت الوزير مرمت مير تما نحالوا المفتاح صدق او لا تصدق صدق او لا تصدق يا خاوتي نحاولوا المفتاح درك اسكو عطاو له صح دار ولا عطاو له جيست مفتاح عرف هذيك القصه تاع المراه اللي شافت ولادها سهرانين جيعانين طيبت البرمه تاع الماء وتدور وتدور وهي فارغه حتى يجيهم النوم برك نقولك خلي مو يعقبوا الليله ويرحمها ربي ها تقول لهم انا طيبت البارح انتم رقدتوا درك فاضت هذه هي حكايه المفتاح الرئيس ما عندوش دونك يقول لخالي دبر راسك يروح لاخر يقول له شوف هاك المهم ان المواطن برك يبقى مقاردي نظره مليحه على السلطات العليا وشكون يمسحوا فيه الموس المير والمير عم بالو المير باللي ما مدوش من فوق بصح ما يقولكش ويخلي تسبوا هذيك هي خدمته يقبل السبان هذيك هي خدمه المير تفضل اخويا المخرج اسمح لي مصطفى من البرج ربي يفرج عليهم مساك سي مصطفى
واش راه خويا لاباس؟ لاباس سي مصطفى، ان شاء الله تكون بخير. مرحبا بك. والله في نعمه ربي يحفظك خويا لطفي. الحمد لله الحمد لله، تفضل. اول اتصال معك اخويا لطفي. مرحبا بك سي مصطفى. ان شاء الله راك معك ضيفنا، تفضل اهدر كيما تحب اليوم ان شاء الله. اللي ميتي ان شاء الله خويا لطفي. على اي موضوع سي مصطفى حاب تتكلم؟ الحمد لله يا ربي استفدت من ساكن في 2019. الله يبارك يبارك فيك يا خويا لطفي. هي والحمد لله يا ربي خويا. واش هو كيما نقولوا هذاك تبون هذاك يا خويا، اقسم بالله العظيم غير اسال العرق البارد للجزائريين. علاه؟ لخاطر ليه يعني رايح تتدخل في روسيا الامورات اللي كانت بيننا وبين فرنسا راح داها روسيا. تسمى انت مش موافق هذا الاختيار مع روسيا زي صح؟ مانيش موافق. انا في بوتين وتحيا بوتين، وباذن الله ان شاء الله يطرطق اوكرانيا هذه ان شاء الله يحصدها ان شاء الله. لطيف. هذه هي اكثر اخويا لطفي. بصح مشك مع الاختيار تاع تبون كي راح لبوتين. يا ودي والله العظيم يهدر واحد الهدرات تقسم لك بالله العظيم، يعني يندى الجبين لها. يعني قهوة رجعت في قهوة تقول له روسيا خير من الجزائر. يا الله غالب هذيك النيفو سي مصطفى، الله غالب معليش. ولكن الاختيار وش رايك في الاختيار؟ خلينا عنا عرفوا احنا عمي تبون تسمى هذا كول القماش، وش رايك في الاختيار؟ هذا هو القماش صح. واش هو بوتين كي دخلنا في السياسة تاع بريكست هذيك؟ شفت هاك تفهم سي مصطفى. كي دخلنا في السياسة تاع بريكست هذيك الحمد لله يا ربي، تما كاينه جنوب افريقيا، كاينه الصين، كاينه ان شاء الله بالك السعوديه، كاينه الهند. ودخلنا ولا مازال؟ مازال ما دخلناش. والله ما على بالي، والله ما على بالي. مازال 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 ما دخلوش. مازال مازال ان شاء الله. مازال 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 ان شاء الله ان شاء الله. احنا دخلنا في هيئه الامم كعضو غير دائم كما كنا قبل. عضو غير دائم. هذا هو الإشكال، هذا هو المشكل. ربي يحفظك يا مصطفى، شكرا لك. على كل حال مصطفى يعني قال لك تبوتين خلي دقدقها، بصح انا مانيشني موافق في هذا الاختيار. كل واحد عنده راي يا خاوتي، سي فري كو سي ان ديبا مليح يعني وين المواطن يقدر يشارك، كل واحد على رايه. على كل حال ماناشنا رايحين نحاسبوا ناس ونقول لهم راك لازم تقول هكا ولا لازم تدير هكا. احنا هذه امور سانو دي باس كيما نقول، ما نقدرش نقول لك انا يعني اسكو كان مختصين اكثر ويعرفوا الوضع اكثر ويقول لك هل كي تروح منا افضل ولا هل كي تروح منا افضل. احنا جينيرالمون انا مختص ولا نحكي بزاف لاني عشتها على الحاله الاجتماعيه تاع الشعب. انا نشوف يعني ذهابك الى روسيا اسكو راح يغير شيء في حياه المواطن؟ اسكو راح يعيش افضل؟ اسكو عدد الحراقه راح ينقص؟ اسكو الحراقه اولاد بلادك يروحوا يحرقوا يمنعوا فيهم اسبانيول ولا يمنعوا فيهم الرواسه؟ اسكو الحراق مسكين كي يوصل لهيه ميت بالبرد شكون يدي يداويه؟ وشكون هل يداويه الاسباني ولا هل يداويه الروسي؟ هادهم لي كيسيون اللي يكون اوروبا تغير نظرتها. اول مساكن ما يتمرمدوا الحراقه، الحراقه اللي لهنا اللي مساكن خرجوا في مسيره واحنا معاك يا تبون وكذا، يكون انت درك تبدل رايك وكون كذا وتخلق مشاكل معاه، ماك تعود ينحيوا لك لي سي باسيف راح تهود مثلا. يعني كاينين امور على كل حال كما قلت لكم هذه السياسه يعني لها اهلها. احنا المهم حاولنا على الاقل نحكي شويه على هذه، واللي فيها خير يجيبها ربي ولا يجيب ربي اللي فيها خير. احنا تكلمنا اليوم على بوكو بلوس على سي تبون الزياره، ما حكيناش على الوقفات. المره الجايه ان شاء الله لا سهل ربي نهار اثنين نحكيوا على مجموعه الوقفات والناس اللي ما خلصوش ومازالوا دايرين وقفات، حكينا عليهم الاسبوع ولكن مازالوا لحد الساعه نحكيوا عليها المره الجايه. نقول لكم يا خاوتي نتلاقاو ان شاء الله احنا نهار اثنين بحول الله، ونعاودوا نرجعوا للمواضيع ونفتحوا هذا غدوه يكون معنا بصراحه وان تقدروا تهضروا من اللي تبدا الحصه حتى اللافان وغدوه كيفيه. شكرا لكم على المتابعه الاحباب، ربي يحفظكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.